هذه المظاهرة يجب أن تحشد عشرات الآلاف من الأشخاص من الفلسطينيين لتكون لنا مقولة يعني واحدة موحدة، لأنه يعني أول شرط في هذه المرحلة كي تكون مختلفة في أدائنا السياسي كما تحدث أن نكون موحدين في الأداء السياسي تحت أجندة معينة في استراتيجية معينة، وبالتالي النظر إلى المظاهرة كمرحلة معينة الآن وهي ليست هدف، يعني هي وسيلة أولى في تحديد ملامح المرحلة القادمة لنا كفلسطينيين في الداخل.